السلام عليكم. في هذا المقطع سنتابع نزال من أقوى نزالات التي خاضها الأبطال المغاربة، وهذه المرة مع البطل الشرس محمد البقالي الملقب بالذئب ضمن بطولة سوبر تشام ضد البطل التايلاندي دينارو. وبعد هذا النزال البقالي تمنح له جوهرة ثمينة تقديرا لشجاعته من طرف العائلة الملكية بالتايلاند. الجولة الأولى كانت متكافئة لحد كبير، لكن في الجولة الثانية الأمور ستتغير، صراع حماسي أكثر وكل مقاتل سيحاول إنهاء النزال لصالحه. وبعد هذه الإصابة وأيضا استفزازات الجماهير التايلاندية، المقاتل المغربي سيأخذ الأمور بشكل شخصي وينازل بكل قوته لإنهاء المواجهة لصالحه. وهنا البطل المغربي محمد البقالي جن جنونه، يريد إسقاط المنافس بأي طريقة، وكانت الضربة القاضية. هنيئا لمحمد البقالي، المغاربة ما كيسمحوش في حقهم. برافو محمد البقالي، طيحوا طيحة واحدة. وأخيرا انتهى النزال بفوز محمد البقالي، هنيئا له بالفوز وشكرا على المتابعة وإلى اللقاء.